شو ظريفة هالسيارة؟ عن جد مازن؟ ايه يعني بالنسبة لسعرها ممتازة. رائعة، مو بس ممتازة. راني أنا فكرت حجيب طرطيرة بالمصاري اللي معه. والله توفق النجيب. كفوها شوي. مرحبا يا جماعة. مرحبا يا جماعة. مرحبا. أهلين نجيب، أهلين. إن شاء الله منها لباص. مبروك عمو. مبروك خالي. الله يبارك. أبو الرعام مبروك حبيبي. يا بابا. تعال تعال يا ولاد تعال. اهلين اهلين نجيب. اهلين سوري. اهلين يا اهلين مبروك نجيب. ان شاء الله ان شاء الله. الف مبروك. اهلين اهلين ماما. مبروك ماما. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. اهلين اهلين عمتو. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك فيك الأحسن. يا اهلين فتونة. اهلين مجدة. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. ايه صار لازم هلا تتعلمي السواقه. طبعا بدي اتعلم. بس لازم تتعلمي على سياره جديده. ليش انت بالاول عرفتي خيرها من شر للسياره؟ اللي بيسوق سيارة بنسنتها مثل اللي بيسوق سيارة قديمة. والله هلأ المهم الواحد يكون عنده سيارة. أنا عشكل هالعمر مع كريم ما قدر يحوش حق دولاب. برافو عليك نجيب، قدرت تحوش وجيب سيارة وإن شاء الله منها الأحسن يا رب. كتر خيرك مرت عمي. الله يخلينا ياكي، أنت الأصل. يا جماعة بما أنه أختي صار عندها سيارة، شو رأيكم ندشنها ونطلع فيها على شي مطعم برات الشام؟ فكرة بتجنن.